الصانع المغربي غير على الخدمه ديال بلادنا، اللي باقي الناس اللي باقي ما خداوش يتواصلوا معنا في الواتساب. ومرحبا. اليوم غنبرعكم البنات، اليوم غنبرعكم انا. تبارك الله ما شاء الله. واش دابا هادي غتقولي عليها نقرا؟ شوفوا الشرات اللي البنات كيديرين. ها انتم البنات دابا هادي البنات دابا اللي كنوريكم، الا بغيتيها في الذهب غتقام عليك بواحد 5 المليون. انت علاش دابا الذهب كتعرفوا القيمه ديال الذهب كتبقى ذهب، والنقره نقره، لكن حنا شنو عندنا زايده؟ عندنا الخدمه، هذيك الخدمه هي اللي كتخلي السلعه تبان بحال الذهب. ها انتم ما شاء الله ما شاء الله، شرت له ديال العظم شي حاجه راقيه. ها انتم تبارك الله، شوفوا الخدمه والاتقان. الثمن ديال هذه 30000 ريال، 150 اورو، لبسي وتبرعي نوضح اختي. نقرا مشله ما كيتبدلش اللون ديالها الا تهلاتي فيهم. بارك الله ما شاء الله، شكرا لك لاله. اللي باقي ما زعماتش وما خداتش عند عالم المجوهرات تواصل معنا، ومرحبا والف مرحبا. نورمالمون ام مريم منين جاوب في محله كلشي تيبغي التهلي، هادشي اللي كاين. كاينين اختي السميطات ديال الجلد كاينين. اذا هذه 30000 ريال، 1500 درهم، 150 اورو. البنات غندوز السلعه دغيا لان باقي مفاجات غزالين معنا اليوم ان شاء الله. اذا هذا البنات الثمن ديالو 1500 درهم، 150 اورو، اللي هي 30000 ريال، 1500 درهم، شي حاجه في المستوى الراقيه. شكرا لك لطيفه، الله يكبر بك، يعطيكم لطيفه اللايف ديال اليوم في ساعه زوينه. شكرا لك اختي لطيفه. اذا هذه 30000 ريال، هاي دوزنا. اللي بغات تهلا في الميمه اولا اللي بغات تهلا في راسها، هادشي راه شباب يا البنات، واخا كتبان لك بحال هكا فهمتيني، هادو يتلبسوا يعني كلشي اي اج يلبسوا، سواء كنتي صغيره سواء كنتي كبيره يتلبسوا ويتبرعوا وتلبسيهم قدام حبابك. ومرحبا، ماشي بالضبط تشريها باش تلبسيها في المناسبات، العكس كيكونوا عندك حبابك ناس كلا بدر انسان تيبغي يلبس شي حاجه اللي تزين بها. والعيالات الحمد لله انتم كاملين عطاكم ربي هذه الرخصه ديال المجوهرات، بصحتكم بصحتكم، تستاهلوا كل خير. ونوريكم واحد لونسومبل البنات، وجدوا لي ريوسكم الله يجزيكم بخير، واحد لونسومبل غزال غزال غزال. عطيوني شي اوكيات واش بغيتو تشوفوا هذا الانسومبل، وتعطيوني واش زوين او لا واش بغيتو نوريكم هذا الانسومبل البنات. شويه ديال سسبنس، انسومبل راقي، شي حاجه اللي كاينه في الدب كدير 7 المليون 8، جبناها لكم في النقره مشله. نعيمه قال نعيمه قالت لك واش كيضيعوا ملي كتقيسوا من الريحه؟ لا ماشي كيضيعوا، ملي كدير لهم الريحه بحال اللون ديالهم كيطفى، ما ديريش لهم الريحه، علاش تريحي نورمالمون المجوهرات ديالك؟ ما عندها حتى شي معنى. يلا عطيونا اوكيات الله يجزيكم بخير، عطيونا اوكي 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 باش نعرفوا شنو كاين. متتبعاتنا الاوفياء، واحد لونسومبل اللي هو ديجا وريناه وباقي تنوريه، ما كيموتش الموديل ديالو، كاين في الدبل كيدير 7 المليون، جبناه لكم في النقره الراقي وغزال. تبارك الله هذا الخير غزال، الله يستر لك. اسراء نقره اختي واش ذهب؟ نقره اختي حياه مشله بالذهب ما كيتبدلش. يلا عطيونا شي اوكيات البنات. اذا اوكي 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 مرحبا، واقيلا عرفتو واقيلا عرفتو. اوكي اميمه مرحبا 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 البنات. وي ام مريم كازا، يالله 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 البنات، حتى الناس يدخلوا شويه الله يجزيكم بخير، حاولوا طاقيو حبابكم طاقيو صحاباتكم الله يجزيكم بخير، يكون واحد شويه ديال لانيماسيون في اللايف ديالنا. الغرض عندنا ماشي هو غير نبيعوا ونشريوا، والحمد لله راه كنعتبركم اسره ديالنا، فيكم خوتنا فيكم الحمد لله، نتمنوهم الله. هانا البنات تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، اللهم بارك وزيد في ذلك. كتعرفوا ان هذا لونسومبل البنات خصني عليه شي شعر، هذا لونسومبل هذا لونسومبل اللي ما كيموتش، شي حاجه راقيه البنات. يا سلام يا سلام، لونسومبل ديال نصاص اللي الثمن ديالو كيدير 3500 درهم، 3500 درهم، شي حاجه تخي تخي شيك. الا بغيتيه بالسلسله كيتقام عليك ب 3700 درهم، بالسلسله ديالو 370 اورو، بالسلسله 74000 ريال، شي حاجه طوب دو طوب البنات. فيه الكورميت ديالو كتجي واعره البنات، الكورميت ديالو مستيليه، عنده لاباك ديالو، عنده لي بوكل. ها انتم حتى الخدمه متقونه على حقها وطريقه، والفريريج ها هو تيبان، شوفوا الفريريج تبارك الله ما شاء الله على السيل فروج. ها
حاولوا تطاقيو حبابكم البنات، حاولوا تطاقيو صحاباتكم، تقدر تكون شي وحده في الباج عندك عندها الغرض بهذه السلعه ديالنا بالبارطاج ديالك البنات باش كتوصلوا هذه السلعه هذه، او ميم طو دخلنا لكم مسابقه اللي هي عباره عن تخواب غسلي راقيين، شي حاجه تخي 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 شيك. هذا الموديل راه غني عن التعريف البنات. يلا البنات الحاضر يعلم الغايب، اذا الكولي هو عندكم، ديروا لي كابتيغ ديكرون ومرحبا والف مرحبا. وي اختي حياه نقره مشله بالذهب ضروري ام مريم الله يودي مرحبا على الراس والعين. اذا هذا هضرنا عليه فيما فيه الكفايه 3700 درهم 370 اورو 3700 درهم بلاشين ديالو. شكرا هادشي اللي بغينا هذا هو الغرض. زوزو قصريه الحفاري درب سلطان الدار البيضاء رقم المحل 121. اذا نرجعوا الكادو السيمبوليك ديالنا هنا ونكملوا السلعه ديالنا. عطينا شويه الحلقات تما ديروا هذيك هادي اراك نكملوا هادو نكملوا هذا بعدا. ورجعنا ثاني للشراتيل ثم الشراتيل البنات. شوف هذه تبارك الله كي دايره، شوف مخدومه على حقها وطريقه. عفاك اللي بغى غير السنسله سنسله بوندونتي ماشي مشكل، غير مرحبا بك اختي تواصلي معايا في الواتساب اختي عائشه ومرحبا. وي مليكه تواصلي معايا في الواتساب ومرحبا. هادي تخواب غاسلي هادو داخلين في المسابقه اختي هادو. قولي شحال دوك قم اني اللي عاد بينتي عرفت كاين واحدين هضرت عليهم اختي سمحوا لي البنات معاك يطلعوا لنا لي كومونتير دغيا. اذا البنات ها هي شريت الاخرى فنه الثمن ديالها هي 1500 درهم 1500 درهم غزاله وراقيه الشكل ديالها فن 150 اورو 1500 درهم 150 اورو 30000 ريال. دابا غادي ندوز لكم شويه الحلقات خويا هادشي تبارك الله الرحمن خويا ورا لينا سميطات اللي فيهم البوندونتيف. واخا 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 ها انا لالا بسم الله بسم الله بسم الله انا هما. مرحبا بالناس ديال الجزائر تحيه خاصه خاوه خاوه مرحبا بكم. انا البنات هاد السميطات كيجيو فنين فيهم بزاف ديال لي موتيف هادو كيديروا 750 درهم كنا كنبيعهم 950 درهم درنا لهم 750 درهم اللي هي 15000 ريال اللي هي 750 درهم 75 اورو. ثلاثة اللي عاد دوزت مع اختي اين ثلاثة واش كتهضري على هادو؟ الا كنتي كتهضري على هادو هادو داخلين في الكادو السيمبوليك. الا كتهضري على هادوك ثلاثة راه هما هادوك باقي ما دوزناش لا باقي ما دوزناش. اذا هادو البنات 75 اورو 15000 ريال فيهم اللوينات كاين الكوير في الكحل اللي بغيتي 150 اورو. انا يلاه دخلت مريم نظيف. البنات شروط المسابقه هو انكم تبارطاجيو اكبر نسبه ديال البارطاج في كاع لي جروب اللي عندكم البنات، وفي الاخير ملي تنساليو اللايف كنشوفو شكون هي البارطاجات وان شاء الله في الغد كنعلنو على الفائز او الفائزه ان شاء الله الرحمن الرحيم من بدلة خواب غاسلي اللي غزالين. واش 150 اورو 150 اورو هي 30000 ريال بشحال هادوك البراسليات اللي فيها ثلاثه ما عرفتش اين وحدين فيهم ثلاثه اختي دوزتهم والله ما عرفت اختي عندك نقرة بلا ميكونو مشلين يبقاو في لونهم ماشي مشكل هادشي كامل لطيفة اللي كتشوفيه غير عزلي شنو بغيتي ونحيدو منهم هاد اللوان اللي فيهم. اذا هادو 75 اورو. انا البنات باش نديرو لكم شوية ديال الميلونج حلقات بلديين الله صحاب الحلقات اللي عز عليهم الحلقات اللي بوكل شي حاجة بلدية راقية وغزالة الثمن ديال هادو كيدير 1100 درهم 22000 ريال 1100 درهم. هادو اللي قدامي اختي هادو ديال لاسي هادو داخلين في المسابقه هادو هادو الا بغيتي تشريهم بحال هكا غتاخذهم 250 درهم حيت حنا كنديروا واحد لامارك مزيانه ديال ليكس بي. اذا هادو البنات 1100 درهم 110 اورو 1100 درهم حلقات بلديين فنين وفيهم هاد الخرخشات بحال هكا كيجيو زوينين اللي عجبوها دير لهم كابتيغ ديكرون ومرحبا. كاينين المضام اختي عائشه رشيده كاينين غير خليكم معايا البنات باقي ما كملتش. هانا هانا اصحاب البراسليات الزويونين عطيني هذيك المخده البيضاء بغيت نبرعكم في البراسليات البنات بعدا حيت كاين براسليات اللي زوينين شتي الا ما كديرش ليهم الماء وما كديرش ليهم الريحه غير لبسيهم في الاستعمال اليومي هانيه عمري بهم يديك بالصحه والراحه
ليسونسييل هو الخدمه البنات، الخدمه راه متقونه 100%، راه ما يمكنش تقولي انهم نقرا. هانا شوفوا تبارك الله الخدمه كي دايره. واش دابا هادو غتقولي نقرا؟ راه ما يمكنش. هادو الا بغيتيهم في الذهب انا نصوبهم لك، يتقاموا عليك بواحد 13000 درهم، مليون و 60000 ريال ولا مليون و 70000 ريال. وحنا ماشي ضد الذهب البنات، راه كندير الذهب وكندير النقره، غير كاين اللي لاحظ العوان حاليا نظرا للظروف، نظرا لهاد الساعات ولله الازمات اللي كاينين، بنادم ما عندوش البيجي باش ياخذ في الذهب، جبناهم ليكم في النقره الراقيين. اذا هادو الثمن ديالهم البنات كيديروا 1250 درهم، 1250 درهم 25000 ريال، 1250 درهم 125 الاورو. زوزو النقره مشلا بالذهب اختي، موديلات ديال الذهب هادو. ها انتم البنات كنقرب لكم الصوره اكثر فاكثر باش يبان لكم حتى الخدمه. لا ليفريزون تنديروها من طنجه للقويره، وحنا كنتواجدوا في قيصريه الحفاري درب السلطان الدار البيضاء، رقم المحل 121، والنيميرو التليفون ديالنا راه ديجا ايبانغلي تما اللي هو 06 66 62 43 73. سناء اللايف ديال اليوم اختي خاص بالنقره مشلا بالذهب. إذا هادو 125 الأورو اللي هي 25000 ريال، 1250 درهم. هانا البنات، ها اللي ما بغاش تهلا في راسها وتبرع، ها حلقات فني، الحلقات ديال الذهب اللي دايرين 9000 درهم، جبناهم لكم في النقرة راقيين من عند يد الصانع المغربي ديالنا، الله يحفظو لينا والله يبارك لينا في كاع الصناع المغاربة ديالنا، الحمد لله، والحرفيين لا التقليديين ولا الحمد لله في اي ضمين، ماشي غير المجوهرات، كل شيء تبارك الله الصانع المغربي بصفه عامه لا يعلى عليه. زهره نيسان توصيل اختي فابور غراتوي. اذا هادو كيديروا 1100 درهم، 22000 ريال، 1100 درهم، 110 الاورو البنات. زوينين منين فني، نقربهم لكم باش يبان لكم. ها كتلقاي داكشي مخدوم على حقه وطريقه، بليريطات حرين، كل شيء داكشي مزيون. 110 الاورو، 1100 درهم، 1100 درهم، 22000 ريال، 1100 درهم. كنحاول نعطي الاثمنه بكاع. توصيل الجزائر لا اختي، لا ما كنديروش توصيل الجزائر نظرا لهذا الكوفيد 19، راه ما خلى لينا ما كعارفه الظروف، ما لا تلائم اننا نصيفطوا على برا من غير اختي كامي. الا عندك شي واحد في الا عندك شي واحد هنا في المغرب غادي يجي ولا شي حاجه، سمحوا لينا على هذه الاصوات هذو، راك عارف المطر كيدوزو حدانا شويه هنا، سمحوا لينا. نعتذر نعتذر، عطب تقني من الاصوات ديال الدراجات الناريه التي تمر حوالينا. اذا هادو البنات هما بريليطات فني، الثمن ديالهم كيدير 900 درهم اللي هي 18000 ريال، 18000 ريال اللي هي 900 درهم، 900 درهم. ماشي مشكل زهره نيسان مرحبا غورميطات. سميره اختي ما عرفتش اين وحده سولتيني على اختي سميره. الا كانوا هادو 900 درهم اللي هي 18000 ريال، 90 الاورو. علاش دابا تحرمي راسك وما تاخذيش حاجه ديال النقره وزوينه؟ هاكي دابا اللي كتقول لك لا وهذيك غير نقره، على مال النقره؟ مالها النقره؟ مالها اصلا النقره؟ ما بقاش داكشي اللي كان شحال. هذه النقره تبارك الله تطورات، ولاو فيها خدامي واعرين وزويونين ومتقونين على حقهم وطريقهم. كاين دابا اللي غتقول لك لا ودابا انا نورمالمون الا شريت الذهب نخبي فيه الفلوس. ايه بغيتي الذهب كاين اختي وتخبي فيه الفلوس الا بغيتي، لكن كاينين الناس اللي حاليا دابا الله يحسن العوان ما عندهاش البيجي باش تاخذ الذهب، ولا بغات الذهب نبيعوه ليها. عالم المجوهرات وفر لكم ديزارتيكل في النقره اللي لن ولن تفرقي بينهم وبين الذهب. اذا هادو 90 الاورو 900 درهم. وكاينين هادو حتى هما سامبل بالنسبه للاخوات اللي تيبغيو داكشي سامبل، ما فيهم لا حجر خضر لا احمر لا والو. الثمن ديالهم 75 الاورو، 15000 ريال، 750 درهم. اميمه نوختي هادو نقرا مشلا بالذهب، موديلات اللي انا شنو معني ملي كنقولوا البنات بديلوا الذهب؟ نفس الصانع المغربي اللي تيصوب لي الذهب هو اللي كيصوب لنا النقره، نفس اليد لا ماتير اللي مبدله. اذا هادو 15000 ريال، 75 الاورو، وخفاف زوينين، تلبسيهم تبرعي بهم، لبسيهم خرجي بهم، خذي ليا راحتك، غير ما تعوميش بهم. يعني ما قلتش شي حاجه اللي صعيبه، غير ما تعوميش بهم، ما ديرش ليهم الريحه، فقط جوج حوايج. هبه اختي لا يحوزك، مرحبا اختي هبه، الله يودي على الراس والعين. كاين حتى شي مشكله اختي الله يجيبنا معكم غير في الصواب، هادشي اللي يقول الانسان المساعده راه لابد الانسان تيديرها على الراس والعين اختي. الحمد لله راه كنعتبركم هنا خلاوها المصريين، حنا اسره مع بعضينا. اختي اسيه الا تهليتي فيهم واش فهمتيني، غير ما تعوميش بهم ما ديريش لهم الريحه، وانكا مع المده تبدل لون ديالهم، راه التشلال ديالهم ما غاليش اختي. الا غتشليهم هنا في الدار البيضاء غير ما تشليهمش شي مدينه اخرى، حيت التشلال ديال الدار البيضاء زوين، وتنشلو لهم جوج الخطرات باش يبقاو شادين. هادو دوزناهم هادو
انا البنات هادو تاني شوف اوفال هادو راه كاينين في الدابه هادو، لا بدا شي وحده غتشوفهم فيكم غتقول لك راه دازو عندها. ها انتم البنات شوفوا الخدمه كيفاش دايره، شي متقون على حقه وطريقه. البنات نوختي ما كيتبدلش اللون ديالهم الا تهليتي فيهم ودرتي جوج حوايج. كنعاود دائما نذكر بهذه المساله البنات، الله يجازيكم بخير، ما تعوميش بهم. بحال دابا ثلاثه البراسليات، واش شنو المعنى ديال تلبسي ثلاثه البراسليات وتعومي بهم؟ حنا ملي كنقول عومه وحده راه دازت راه غير عسيب قديم يعوم بهم، ما تشقيش بهم باش دائما تبقى عندك سلعه زوينه. حيت الا بغيتي تشقي بهم خصك تاخدي ديال الذهب. انا اختي راه كنوريك دابا البراسليات، ها هما فنين غزالي، الثمن ديال هادو كيديروا 26000 ريال 1300 درهم، روميين 100%. ودابا هادوك اختي الا بغيتيهم في الذهب غادي تاخذيهم تقريبا بواحد 6000 درهم 7000 درهم. هذا بالنسبه للاخوات اللي كيعيطوا لي دابا ما نقدرش نجاوبهم. 1300 درهم بالنسبه لهاد الخوا بغاسلي راقيين وكاينين في الذهب هادو البنات، 130 اورو لبسي وتبرعي ولا من شاف ولا من ديري. مية وثلاثين الأورو 1300 درهم. أنا تبارك الله ما شاء الله، شوفوا الحلقات كيدايرين البنات، شوف شوف الخدمة كيدايرة متقون، داكشي على حقه وطريقه. حسنة تواصلي معايا في الواتساب ومرحبا. أنا البنات سلام، واش نقرا مشلة بالدب ولا لا؟ هادوك ديال القشاوش في لاصي باقيين كاينين؟ استسلم. انا غنوريهم لك اختي حسنه، غنوريهم لك عندي في واحد لا ماتير لاصي ما كيتبدلش اللون ديالها واعرين. جيب لينا شي وحدين تما. انا البنات هادو راه كاينين في الدب، ما عندكش ديال الفروج العيالات الكبار. اشنا هما الحلقات؟ كاينين اختي كاينين. مريم كاين شي سناس الرقاق ديال الخريخشات نقره عندي اختي في سميتو في واحد لا ماتير بحال ديال لاصي. ها انت اختي شوفي تبارك الله الحلقات كيديرين ومزيورين. اختي ثمن الذهب دابا كيبدا من 375 درهم وانت طالع. هادو الثمن ديالهم البنات كيدير 1200 درهم 24 ريال 1200 درهم 120 الاورو بالنسبه لهادو. ها هما كاينين هادو في واحد لاماتير ديال لاسي، ها هما شتيهم. هادو الثمن ديالهم البنات كيدير 250 درهم 5000 ريال 250 درهم. هادي راه ماشي وحده، ثلاثه، هادي ثلاثة لاصقين في بعضياتهم، هادي ثلاثة لاصقين في بعضياتهم. هادو تا هما ما كيتبدلش اللون ديالهم البنات. اش قلت لك اختي الحلقات سامبل بالذهب غتولي على واحد 7000 درهم 8000 درهم. انت هادي تا هي راه جوج لاصقين في بعضياتهم شتيها، هادو كيديروا 250 درهم 250 درهم. اي حاجة خديتيها من غير الذهب البنات باش نكونوا واقعيين كتبغي شوية تهلي من عندك، هادشي اللي كاين. وي التوصيل بالمجان 250 درهم بالنسبة لهادو وتهلاو. انا تبرع، ها نتوما البنات ها لبسي وتبرعي ليا مع راسك. لي باك جاكوار؟ لا اختي لا ما عنديش لي باك جاكوار. كاين شي واحد عندنا تما في فلاسين ديال النمر. ها نتوما البنات شوفوا البراس اللي كيدير تبارك الله، شوفوا الخدمه راه كيما تنقول لكم راه النقره فيها العادي وفيها السوبر، حنا ما تنديروش العادي. اختي براسليات بحال هادوك في الذهب غتاخذيهم بشي 15 18000 درهم بحال هكاك. اذا هذا الثمن ديالو كيدير 1100 درهم 22 ريال 110 الاورو 1100 درهم. راقي وزوين، خدومه نقيه. دابا اسيا مزيان اللي جاوبتي فيهم الفروزاس، حيت باش نكونوا واقعيين اختي اسيا ما يمكنش النقره ندير لك الروزه حره. الروزه حره اختي كدير 500 درهم للغرام، تنديروا الفروزاس لكن الا شفتيها اتحل فعلها تا روزه. هاي الشيء كي كتبان كتبان بحال اللون ديال الشامبان، ها كتبان هو اللون ديالها كيتسمى شامبان هذا. هذاك الجاكوار اللي قلتي اختي ها هو، ولكن عندي في البلاك، عندي في البلاك يور شتي. بالنسبه للاخت اللي سولات على الجاكوار البلاك يور كتعرفو كيبغي تهلي البلاك يور. الاخت اللي سولات على هذاك ها هو الخاتم والبراسلي كيديروا 450 درهم بجوج 450 درهم. هادو ديال البلاك يور، البلاك يور البنات كيبغي تهلي. ها هو السي النمر كيطل وها هو السي النمر الاخر. راه ديك شرت العرايضه. وكاين هذا بالنسبه للاخوات اللي عندها
اللي عندها سميتو اللي عندها الجوهر غدير لي شي حاجه. هو كيجيب فن البنات هذا وراقي. غير هو هذا ما عرفناه واش نسر ولا طوس ولا فروج بلدي ولا كروازي. اللي عنده شي فكره تفيدنا الله يجازيكم بخير. ما نوع هذا الطائر؟ عطيونا شي استفاده الله، شي افاده من عندكم الله يجازيكم بخير. انا قلت كيشبه النسر، وكاين بعض المتتبعات قال لك كيشبه الطوس. بغينا منكم الله يجازيكم بخير تفيدونا. راه هاد السيد هذا راه شحال حنا تنقلبوا ليه على سميه الله يجازيكم بخير. هاي عمران نقرا مش لبدب، بغيت براسلي كلو ولا باق مشلين نصوبو لك اختي مرحبا. اذا هذا كيدير البنات الثمن ديالو 1300 درهم 26 ريال 1300 درهم. لكننا ما زلنا نبحث عن نوع هذا الطائر. هناك من يقول انه بطائر بلدي دجاج بلدي، وهناك من يقول انه كروازي. ما عرفناش اودي والله. الزهره نيسان بيبي محال. واش بيبي هذا انتيني الخدمه ديالو؟ ما والله ما عرفت اختي. انا كيبان ليا بحال سميتو بحال النسر والعلم لله. اذا 1300 درهم 26 ريال 130 اورو. اللي عجبها راه كيجي في الجوهر واعر كيطلعوا من هنايا، كيجي بحال هكا دابا نورمالمون بحال هكا كيجيو الخيوطه ديال الجوهر من هنا طالعين والخيوطه ديال الجوهر هنا طالعين. 130 اورو 1300 درهم بالنسبه لهذا الطائر. نقرمش لا عمران، نقرمش لا عمران. بيبي ما ظنيتش واش بيبي. لا دوزنا البيبي، لا دوزنا. عطيني ديك المخده بيضاء. وكاينين هادو البنات بالنسبه اللي كتلبس قياس صغير. خليكم معنا. وما تزابي سلام خويا لاباس، هادشي غزال عندك. بغيت نشوف خواتم مارياج. غتي تواصلي معايا دابا حاليا، ما حدايش هادوك الخواتم ديال المارياج. تواصلي معايا في الواتساب. مرحبا. هذاك طائر العنقان مشهور في الحضاره. اسمع اسمع هاد الاخت عندها الحق. الحضاره الاغريقيه والمصريه قديما. برافو عليك، هذا والله الا جواب في محله. زهره نيسان برافو عليك، لان فعلا الخدمه ديال المصريين هذاك. انا شبه لي ما عرفت كيفاش نقول لك، يعني تابع للعائله ديال نيفرتيتي وما جاوراهما. ويلا لا عندنا باج في انستغرام سميتها بيجوتري اروا اوفيسيال. هانا البنات شوفوا تبارك الله. واش دابا هذا واش دخلنا على كابلا دابا هذا تقول لي نقرا. هانا الثمن ديالو كيدير 1200 درهم 24 ريال. امين اختي امين الله يبارك فيك.